عادة غريبة إلى درجة الخيال، فما زالت تتمسك بها بعض المجموعات القبلية في السعودية، حيث ترفض السيدات كشف وجوههن لأزواجهن وأبنائهن، لدرجة أن السيدات يتزوجن وينهين حياتهن في كنف أزواجهن من دون كشف الوجه للأبناء أو الزوج. ما هي القصة؟ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعجوز أنجب 10 أبناء من زوجته التي عاش معها 47 عاماً ولا يزالا مستمرين بارتباطهما، إلا أنها لم تكشف عن وجهها لزوجها. وأوضح المسن أنه متزوج منذ 47 عاماً ولديه 10 أبناء من زوجته، لكنه لم يرى وجه زوجته. وعن السبب قال إنها لا تريد أن يرى أحد وجهها، فهذا طبعها وتقاليدها. فهل هذا الرجل هو الوحيد في المجتمع السعودي؟ الإجابة لا. هذه العادة متأصلة في مجتمع البادية السعودي وتدعمها القبائل بقوة، حتى أن هذا الفيديو أثار العديد من التساؤلات فيما لاقى سخرية واسعة من النشطاء والمتابعين، خاصة بسبب إنجاب الزوجة 10 أبناء في هذا الوضع الغريب. أما بعض المتابعين أكدوا أن العادات والتقاليد في بعض القبائل هي السبب، وفقا لصحيفة المرصد السعودية. قال أحد النشطاء: هذه العادة منتشرة في السعودية واليمن، خاصة في مأرب، حتى أنا خالتي ما قد شفت وجهها ولا عيالها شافوا وجهها ولا زوجها. عمرها 43 عاماً ومتزوجة منذ 26 سنة. وقالت ناشطة: صحيح، في قبائل من السعودية كذا ما يكشفون عن وجوههم حتى لولدها أو زوجها، وقد سمعت الكثير عن هذه القصص، وأتوقع القبائل هذه ساكنة تقريباً في الرياض وما حولها. ويروي سعوديون قصصهم المماثلة مع هذا الأمر، حيث لم يروا وجوه زوجاتهم في حياتهم. فيقول محمد لموقع العربية إنه على رغم مرور 40 عاماً على ارتباطه، لم يستطع أن يرى وجه زوجته التي أنجب منها 3 أولاد، أكبرهم تجاوز عمره 18 عاماً. أما في اللحظة التي شاهد فيها وجهها، طالبته بالانفصال، معدة ذلك تجاوزاً للعادات والتقاليد التي اعتادت وتربت عليها. فيما ذكر علي القحطاني أنه رغم مرور 10 سنوات على ارتباطه، لم يتمكن ولو لمرة واحدة أن يرى وجه زوجته، فالبرقع لا يفارق وجهها. وأشار إلى أنه ذات مرة هم أن ينزع برقعها عن وجهها، فهددته بترك المنزل والعودة لبيت أهلها إن فكر في ذلك. لم يثنها عن قرارها هذا إلا بعد أن أقسم بأغلظ الأيمان بعدم التفكير مرة أخرى في فعل ذلك. وعن تلك العادة الغريبة تقول أم ربيع الجحدري البالغة من العمر 70 عاماً، وهي أم لشابين، تقول إنهما وزوجها لم يروا وجهها ولو لمرة واحدة، وأنها اعتادت على ارتداء البرقع منذ أن كانت طفلة، معتبرة أن خلعه عيب كبير وخاصة عند عائلتها، فقد ألفت أن ترى أخواتها الإناث ووالدتها يرتدينه منذ نعومة أظفارهن. وأشارت إلى أن زوجها لم يطلب منها أن تنزعه، لأنه يعلم أن ذلك من العادات التي يجب المحافظة عليها. وعن إنجابها من دون أن يرى زوجها وجهها، أشارت الجحدري إلى أن ذلك لا يعد مهما، فقد اعتاد ألا يرى وجه والدته وأخواته الإناث، مؤكدة أن الألفة والمودة هما أساس العلاقة الزوجية وليس الوجه. حجب المرأة وجهها عن زوجها مرتبط بالعادات والتقاليد التي تتمسك بها بعض القبائل السعودية حتى الآن، لا سيما المنتشرة في البادية، حتى أن تلك القبائل ترى من يتجاوز تلك العادات خارجا عنها وتضطر أحيانا لإبعاده، لتترسخ تلك العادات والتقاليد لدى تلك القبائل لتكون أقوى من أي ضابط آخر. فهل تقبل بهذه العادات؟